ثالثة تسمى الهلاك أو يطلق عليها أحيانا الفنائية، أي أن الخدمة عبارة بما أن الخدمة عبارة عن نشاط ينجز ولا يمكن تخزنه والإبقاء عليه لحين الطلب، وذلك لأن الخدمة تفنى بمجرد إنتاجها، وأن من نتائج عدم إمكانية الخدمة للتخزين هو ارتفاع أسعار بعض الخدمات عند فترات الطلب الشديد في دورات الألعاب الأولمبية مثلا التي انتظمت أو التي انتظمت في آسيا عام 1992. ارتفعت أسعار غرف النوم لأحد الفنادق لتصل إلى $5,500 للفرد الواحد لمدة أسبوع في عينها. كذلك ازدياد حالات السحب في المصارف في المواسم السياحية المختلفة. كذلك تقوم بعض المنظمات الخدمية بعرض بعض التخفيضات الموسمية على أسعار خدماتها خلال فترة الطلب عليها، مثل خدمات الخصومات على أسعار تذاكر السفر أو في مواسم الركود الرحلات الليلية لشركات التأمين. الخاصية لشركات الطيران الخاصية الرابعة هي صعوبة تنمية الخدمة، يعني التباين. بالنظر إلى المحددات المؤثرة في مدخلات إنتاج الخدمة مثل التوقيت، الأدوات المستعملة، السرعة، فإنه يصعب من الصعب المحافظة على مستوى واحد من المعيارية لمخرجات بذات الخدمة المقدمة للمستهلكين. ومن المفيد اعتماد التغذية العكسية باستقصاء آراء المستهلكين للتعرف على مقترحاتهم حول الخدمة المقدمة لتحسينها، إذا ما كان هنالك أي اختلال في عدم الرضا التام للمستهلك عنها، وهذا يعتبر الطريق المناسب لتخفيف حدة التباين في الخدمة المقدمة. الخاصية الخامسة هو عدم تملك الخدمة، وتعني أن الخدمة المقدمة ينتفع بها مستخدميها دون التمتع بملكيتها، إذ أن تمتع الزبون بخدمة الضيافة في أحد الفنادق لا تجيز له الحق في امتلاك غرفة النوم، وكذلك فإن استفادة الزبون من خدمات الصراف الآلي لأحد المصارف لا تجيز له حق امتلاك الصراف الآلي، بل تجيز له حرية التمتع أو الانتفاع الخدمات المختلفة التي تقدمها له الخدمات المصرفية. وهناك بعض الخصائص الأخرى للخدمات، منها اشتراك الزبون بدور رئيسي في تسويق وإنتاج الخدمة المصرفية، مثل اشتراك الزبون مع إدارة المصرف في ترتيب القروض وإجراءاته لتمويل مشروع ما. عندنا خاصية ربما تكون السابعة هو الافتقار إلى الهوية الخاصة. طبعا هذه شوية مهمة الحقيقة، لأنه بالنظر لكون الخدمات المصرفية المقدمة تتصف بكونها خدمات متشابهة ومتطابقة، إذ أن الزبون غالبا ما يتعامل مع مصرف معين أو فرع معين على أساس القرب الجغرافي، أو أن المصرف يقدم الراحة أو الملائمة للزبون. وحيث أن المصارف متشابهة في خدماتها، فمثلا أن جميع المصارف تنجز عملية فتح حساب الجاري بنفس الإجراءات المصرفية المعروفة، لذلك فهي متشابهة وهو ما يجعلها فاقدة الهوية، وهو ما يطلب من المصارف أن تتميز في تقديم الخدمة، وهذا هو المهم في تقديم الخدمة إلى الزبائن والمتعاملين، وبالطريقة والأسلوب الذي يمنحها المنافسة في السوق المصرفي ويوفر لها الهوية المطلوبة، وهو ما يستلزم كذلك قيام المصارف بالتركيز على الحزمة المصرفية المقدمة من الخدمات وليس على أساس المنتج المصرفي فقط. ونقصد بالحزمة هنا موقع المصرف أو فروعه وطريقة تعامل موظفي المصرف مع الزبائن والسمعة التي يتحلى بها المصرف في السوق المصرفي وغيرها من المنتجات الأخرى المعروفة. بالإضافة إلى الخصائص العامة للخدمات ومنها الخدمات المصرفية بالطبع، فإن هناك خصائص أخرى تختلف من مصرف لآخر وبشكل نسبي، منها مثلا التشتت الجغرافي، يعني المصارف موجودة في أكثر من مكان وتشمل أغلب الرقعة الجغرافية. منها حاجة الخدمات المصرفية لنوعية خاصة من العاملين المهرة، هذا مهم جدا وسوف نركز عليه في موضوع التسويق الداخلي أو فلسفة خدمة الزبون. عندنا أيضا خاصية أخرى التوازن بين النمو والمخاطرة، يعني معناها عندما يبيع المصرف قروض فإنه في الحقيقة يشتري مخاطر، وعليه فإن الضرورة والمنطق تقتضيان إيجاد نوع من التوازن
بين التوسع في النشاط المصرفي